أفضل الأجهزة اللي شفناها السنة مش بأسواقنا العربية للأسف، ونحطك تحت كلمة للأسف يا فيفو 100 خط. ليش؟ لأسباب تسويقية من فيفو. الهاتف الفولد الإكس من فيفو، أول مرة بشوف هاتف فولد، كل شيء تقريبا بالهاتف رائع. خلينا نشوف أول شيء شو عندهم موجود بالعلبة. البوكس فخم، عاملينه معودين احصل نفس اللون اللي موجود. حكيت الهاتف معي، شوفوا كيف الجرور اللي حاطينه هون جايين فيه، المفروض مليان قصص. هون عندنا الكتالوج وبن وشي وارنتي حاطينه عالميه. كيبل التايب سي، سي بالميلتين لانه الشاحن عندنا اياه كمان، البلاج اللي حنشوفه من بعد شوي تايب سي. ودايما بقول اول مره بشوف شركه دايما بتحافظ على هذا الموضوع، وانه كرما وحاطين سماعات بالعلبه، غير شركات بطلت تحط الشاحن حتى. وعلى سيره الشاحن هون حشوف اول مره كمان برجع بقول انا شخصيا بشوف هذا الشيء، انه الشاحن جاي فيه اثنين من الانبوت تبعه له تايب سي موجود. الفاست شارج اللي عندنا هي 66 واط بيشحن 100% ب 37 دقيقه بس، والوايرلس اللي عنا اياه الهاتف بيشحن 50 واط كمان رقم كثير كبير، وشاحن عكسي 100 واط. فهون اذا احنا عم نشحن الهاتف فينا كان نشحن شيء ثاني موجود. انتبهت هون انه البريز او الفيشه تبعت الكهرباء اللي هي ما عنا اياها، لانه مثل ما قلت هيدي النسخه موجوده صينيه، حتى البرامج اللي كنت عم جرب نزلها يعني قعدت اعاني فتره تنزل جيم لاني ما بفهم صيني. هيدا مبدئيا الموجود عندنا بالعلبه من شواحن واغراض، وننقل على التصميم تبعون الفيفو اكس فولد. الهاتف اللي بيجي بلونين، اللون الازرق مع الفينيشنج الجلد مثل ما شايفينه هون، شايفه مهند، وفي اللون الاسود مع العدسة اللي شفناها بالاكس 80 اذا بتتذكروا، وزايس هيدي بالنسبة للشكل من هون. اهم شيء بالشكل، شايفين بس تسكروا الهاتف الفراغ مش موجود. رائع هذا الشيء بالنسبة له، لأنه غير هواتف موجودة بمجرد ما أنه كان في محل فاضي وبتعبي غبرة وعبي تراب عاملينه على القد. عندنا سبيكر هون ستيريو موجودين مع البصمة اللي موجودة على الشاشة السريعة اللي شفتها، جدا سريعة. بالنسبة للشاشة عم نحكي هون أو خلينا نعمل قياسات أول شيء، عندنا إياه بس يكون معمل له أنفولد مسكر بهالطريقة، عندنا 162 بعرض 144 والسماكة 6.3، بس يكون معمول أنفولد أو مش مسكر عندنا القياس 162 ب44 والسماكة 6.3، بس نسكره حيكون عندنا سماكة 14.6 ملي. أكيد 162 حتضل العرض، وهون عندنا الارتفاع، الارتفاع ضله 162 بينما هون عندنا صارت 174 ملي بالنسبة للشاشة. شيء ما عجبني هو الوزن، مقارنة بغيره حنقول إنه الوزن شوي ثقيل، عندنا تقريبا 311 جرام على القد هذا الشيء، إذا بعد مش حاطين له كفر واللي بلاقيه وزن. هيدي نقطة بس اللي كان يمكن عندي تعليق مش كويس عليها. الشاشة اللي عندنا اياها الفولدبل اكيد ال تي بي او اموليد 120 هرتز اتش دي ار 10 بلس 8 انش، هي تعاد تكون الاكبر 8.3 اذا بدكم مضبوط. عندنا اياها السكرين تو بودي 88%، هيدي بالنسبة لقياس الشاشة. بس ينعمل لها فولد اموليد بعدها 120 هرتز صارت 6.3 مع قياسات ال 1080 ب 2520 بكسل. الشاشه كنت اقولها مريحه وكبيره، وهي الاكبر اذا بنشوف الاجهزه الثانيه اللي نزلت على اسواقنا. مثلا هون عندي الفولد 4، انا بشوفها مهند، شوف فرق قديش قديش عندي كثير فرق بيناتهم. طلع هيدي بالنسبة لا يعني كالحمل بإيد واحدة، هون شوي شوي أكبر. إذا بعد في عندي بعد عندي الهواوي كمان، مقارنة بالهواوي حنلاقي كمان عاملينها أكبر. هلا أكبر أوكي، ولكن بالنسبة للتايبنج والشغل تبعنا إذا عم تعملوا طباعة حتلاقوها أكيد إحنا عم نحكي 8 إنش، فحتلاقوها شوي
ولكن بعد استعمال فترة مثل عم بحكي ياس كبير حتلاقوا انه شفتها كيف جاي كل ميلة على جنب، يعني خلص بتتعود عليها. هيدي بالنسبة للشاشة والديزاين. قبل ما ينقل على الشاشة، شفتوا الطاج اللي دايما بنحكي عنه بغير هواتف فيفو؟ انا بعطيكم 9.9 من 10 اذا بدكم عليها، لانه تقريبا هي احسن من غير اجهزة موجودة. وان كان يعني كان للاسف ما عندي الاوبو الفايند ان، يمكن تقريبا نفس او الفايند ان، يعني بعدنا عم نحكي تقريبا نفس الشركه بس غير اخت او غير خي لانه. فالطاجه زي ما لازم مبينه معك مهند، شفت رائع مش موجود. فلكن المشكلتين اللي دائما يكون عندنا اياهم نحن بهواتف الفولد، التسكيره الفراغ الموجود والطاجة اللي موجودة هون مع البصمة السريعة على الشاشة. شو ليك شفت هون موضوع البصمة السريعة على الشاشة، شفتوا انت اذا يميني دغري على السريع. هيدا بعطيها يعني رقم جيد بالنسبة او شغل جيد جدا لفيفو بهذا الموضوع. عنا ساعة داخلية 256 او 512 ما بيركب له ذاكرة خارجية. هيدا بالنسبة لي يعني مشكلة، عندك 512 هيدا بالنسبة لنا رقم كتير كبير. هيدي النسخة الصينية اللي معي بالنسبة للجيمز. الواجهة جيدة والشورت كاتس الموجودين سهلين بالنسبة لي، ولكن بعدني بحس انه لازم يكون عندي وقت اكتر. يعني شفنا السهل انك توصل على كل شيء موجود بالشاشة، يعني ميني تابلت. حرام يا فيو، عن جد حرام هيدا الهاتف ما يكون عندنا اياه باسواقنا. الكاميرا الأساسية الموجودة هون زايس، أول شيء خلينا نشوف لوجو زايس مع الفلاش. كاميرا أساسية عنا إياها 50 ميجا بيكسل وفتحة 1.8 الوايد. كاميرا الثانية 8 ميجا بيكسل فتحة 3.4 والثالثة 12 ميجا بيكسل عنا إياها. وفي عنا بعد كاميرا الرابعة الألترا وايد 48 ميجا بيكسل، كلهم هدول مع كاميرا السيلفي الموجودة 8 ميجا بيكسل. بقى ما كون عم صور الشخص اللي قدامي أو افترضنا طلب منه أنه صوره ويشوف حاله، بحفوت بعمل الكاميرا. هلأ شايفين الشباب، هأفتح الكاميرا وصوروا صورة. شايفني مهند؟ ما عارف شايفني مهند. شايف. طب أنا مش هصور لك، أنا هصور شيء هون، هصور السيارة غص. مجرد ما صورت الصورة هون فرجاني إياها دغري من دون ما أعمل ريفيو. مش بس هيك، إذا الشخص اللي قدامي حابب أصوره ويشوف نفسه بنفس الوقت، هيكبس الكبسة اللي شايفينها عندنا هون. وهيك أنا شفت مهند مع العجقة اللي موجودة بالاستديو اللي شايفينها ورا، وبنفس الوقت يعني إذا بدك كان يزيح شمال يمين مثل ما شايفين. الشخص اللي بتصور بيشوف الصورة وأنا بنفس الوقت فينا نظبط معه. بدي أذكر إنه بتصور 8K 4K 30 و60 إطار بالثانية. 8K عنا بتصور 80 إطار بالثانية. وهذا كان التست على السريع لتصوير الفيفو الفولد. جماعة التصوير الـ Full HD الـ 30 إطار بالثانية. Zoom 2, 3X, 4, 5X, 6X, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15X. تصوير الـ 4K. جماعة حرام هذا التليفون ما يكون موجود بالأسواق عنا. رائع الكاميرا زايس وفيفو، رائع الكاميرا رائعة. أخيرا يا فيفو، بتمنى أول شيء خليني أفرجيكم شغلي. يعني أنا أفضل هاتفين موجودين فولد استعملتهم هالسنة الفور من سامسونج الزي فولد، والهواوي الميت اكس اس اللي شايفينه هون. هولي موجودين بأسواقنا. بدي ألفت نظر شغلة بس، إنه القلم ما بيمشي على القلم، ما في قلم غير السامسونج الزي فولد. ولكن غير شيء تاني موجود رائع، فليش مش موجود بأسواقنا الفولد يا فيفو؟ لازم ابعت ايميل بالصيني او بالعربي او بالانجليزي لعندكم، لانه هاتف رائع بمعنى الكلمة. الملمس الاليجنت الفخامة اللي موجودة كل شيء بالهاتف. يمكن القصص اللي بتعيبه هي شيء صغير، يمكن مثل ما قلت الوزن بس 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 بس، حتى الحجم اللي فيه اسبكت ريشيو. انتبهوا انت هون، يعني هون عم نشوف
قياس طبيعي، تليفون طبيعي بس خلاص اوكي صاروا تليفون موجودين مع بعض. غير يعني حتى بالطباعه الموجوده عم تطبع شيء عم تكتب من برا برياحه، فسعر مش موجود عندنا. كنت تطلبوا اونلاين تقلكم السعر، ما حدا سالني هذا السعر، سعر بالين يمكن. ولكن النقطه اللي بدي اقولها الاخيره، بتمنى نشوف جهاز الفيفو الفولد السنه الجايه بالاسواق. هذه نسخه كانت بس للصين، ما اعتقد حتى نزلت لاوروبا. هذا كان كل شيء لليوم. اذا عندكم سؤال عن اي فولد موجود وخاصه الفيفو سكرول تعليق بتكون مراجعه مفصله اكثر، كمان عندي اي مشكله تفضلوا سكرولي شو بتكون الفروقات بيناتهم. وما تنسوا اللايك اذا عجبتكم الحلقه وفولو. سلام.